أشهد أن لا إله إلا الله يقول السائل: ما هو السبيل إلى طرد خاطر العجب من القلب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العجب داء قاتل ما بلي به إنسان إلا هان عند الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه أنه أهلك من ظلم، وأخبر أن سبب هلاكهم أنهم قد غرهم الغرور. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يغتر. إذا أنعم الله عليك بالمال فاكسر نفسك للكبير المتعال، وإذا أنعم الله عليك بالصحة فتذكر منة الله عز وجل عليك بها، وأثني على الله عز وجل بما هو أهل. ولذلك كان أنبياء الله ورسل الله أعرف الناس بالله، وكان الواحد منهم إذا أعطاه الله نعمة خاف ألا يقوم بشكرها. فإذا كان عندك ذكاء أو فهم أو مال أو غنى أو جاه أو غير ذلك فلا تغتر. فكم من إنسان اغتر بماله أتلفه الله بذلك المال، وكم من إنسان اغتر بصحته مكر الله عز وجل به وجعل عاقبته من صحته التي اغتر بها. ألا ترى الرجل الشجاع يغتر بشجاعته حتى يسلط الله عليه من هو أقوى منه فيعاديه، ويظن أن شجاعته تنقذه فتهلكه تلك الشجاعة. إياك أن تغتر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمان يظهر لله عز وجل الفاقة والحاجة، وكان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. فلا تغتر بذكاء ولا بفهم ولا بحول ولا بقوة. ولذلك ذكروا عن الإمام الماوردي رحمه الله، إمام من أئمة العلم، كان رحمه الله فقيها من الفقهاء، دخل يوم من الأيام المسجد وحدثته نفسه. هذا الإمام له كتاب 30 مجلد في خلاف العلماء في الفقه، ديوان من دواوين العلم. فلما دخل المسجد يقول: نظر إلى نفسي أو تذكر فضل الله عليه فقال: هل هنا مسألة في الفقه لا أعرفها؟ اغتر بنفسي، هل هنا مسألة في الفقه لا أعرفها؟ فدخل إلى الدرس، فلما جلس بين أصحابه أرسل الله إليه امرأة معها صبية، امرأة صغيرة في السن قاربت البلوغ، فجاءت ووقفت على ذلك العالم الجليل فقالت له: يا شيخ، هنا مسألة من الحيض. فسألت عن مسألة من حيض هذه الصبية مبتدأة بالحيض. يقول: وإذا بي لا أحسن من الفقه شيئا. خذله الله وحرمه فضله، لأنه اعتقد أن الفضل له حينما دخل إلى المسجد، وظن أن ذكاءه وفهمه هو الذي ينجيه أو يعول عليه. فأرسل الله إليه هذه المسألة البسيطة من مسائل الطهارة. يقول: فما حرت لها جوابا. فأصبح الطلاب لما رأوا الشيخ أصابه الدهش وما استطاع أن يجيب، الطلاب أنفسهم أيضا أصابهم الدهش، ما استطاع واحد منهم أن يقول: يا أمة الله، جواب المسألة كذا وكذا. فما استطاع الشيخ وما استطاع طلابه. شيء من الله يؤدب عباده وعلماءه. فلما انصرفت، لما يئست المرأة من الجواب انصرفت، فلقت طالبا من طلابه المبتدئين كان في بداية دخوله للمسجد. قالت له: أصلحك الله، صبية أصابها من الحيض كذا وكذا، فما الحكم؟ قال: الحكم كذا وكذا. قالت له: أنت خير من هذا الذي جلس. فالإنسان إذا اتكل على حوله وقوته وذكائه خذله الله عز وجل. وأذكر بعض الصالحين يقول: دخلت إلى إحدى المواد في الاختبار وكنت أظن أنه لا أفهم مني وليس هناك مسألة في هذه المادة إلا وسأجيب عليه. يقول: فلما وضعت الورقة بين يدي وإذا بي لا أحسن من المادة حرفا واحدا. يقول: فأصابني من الرعب ما الله بي عليم. يقول: والله إني في شدة البرد وإني أتفصد عرقا مما أصابني. يقول: فلما وجدت ما وجدت علمت أنني أتيت من قبل نفسي.
فاستغفرت الله وتبت إليه، وفي لحظة واحدة كأن لم يكن لي بأس، فشرح الله صدري وأجبت في خلال نصف ساعة عن أجوبة كلها. الإنسان إذا أراد أن يغتر بنفسه فليعلم أن الله سيمتحن. ولذلك انظر، ما من غني يغتر بماله إلا سلط الله عليه مصيبة في المال. إياك، ترى الغرور متلفة. ما من عالم يغتر بذكائه إلا سلط الله عليه حرمان التوفيق في علمه. ما من مهتدي يغتر بهدايته إلا سلب الخشوع وسلب الإنابة إلى الله. المهم أنه لا بد أن يبتلى، لأنه يظن أن الفضل له. ولذلك كان السلف رحمهم الله يخافون من الغرور، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدخل ويحمل الحطب على ظهره أمام الناس في سوق الكوفة وهو أمير الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، لكي يكسر نفسه. ولما أصاب الغرور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حمل الحطب على ظهره لكي يهين نفسه. الغرور لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحوله وقوته، ولكن ينبغي عليه أن يحول أن يتعلق بحول الله وقوته. ولذلك من الدعاء المأثور ومن ذكر الله الذي هو كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والوقفة الأخيرة مع الغرور: بأي شيء تغتر والأمور بعواقبها. هل أحد كشف لك عن الغيب فتعلم أن هذا الصلاح عاقبته حسن الخاتم؟ بلعم بن باعرة لما كفر نعمة الله عز وجل واغتر بعلمه سلبه الله سبحانه وتعالى فانسلخ من آياته فكان من الغاوين والعياذ بالله. وكذلك أمية بن أبي الصلت لما كان آية في الفهم والعلم والذكاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي حسد واغتر بنفسه فكان من الهالكين والعياذ بالله. ما الذي يدعو الإنسان إلى الغرور وهو لا يضمن العاقبة؟ الأمر الثاني: إذا قمت في الصلاة وأعجبك الصيام القيام أو أعجبك من نفسك الصيام، فتذكر أخي في الله أن العبرة بالقبول. هل تعلم أن الله قبل طاعتك؟ وهل تعلم أن الله قبل عبادتك؟ فهذا أمر من الأهمية بمكان علاج الغرور أن تنظر إلى العاقبة. أيضا مما يكسر الغرور في النفس: إذا أعطاك الله نعمة المال، أوصيك أخي في الله أن تزور الفقراء. وإذا أعطاك الله نعمة الصحة، أوصيك أن تزور المرضى، تزور المستشفيات ولو يوما واحد، حتى ترى المريض الذي يتأوه على من قدمه فتقول: الحمد لله الذي عافاني في قدمي، والذي يتأوه من سمعه وبصره فتعلم أن الصحة لا تغني لك من الله شيئا. وتجد الرجل من أشد ما يكون عافية وقوة وفي طرفة عين يبتليها الله بالبلاء فيخر من أضعف عباد الله عز وجل، وتجده ذليل حتى في كلامه إذا تكلم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسلم الأمر لله وأن يعتقد صدق الاعتقاد أن لا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى أعلم.